إلى مطار هواري بومدينة ومطار الجزائر الدولي، حيث يتواصل وصول الوفود المشاركة في القمة العربية. الجزائر قمة لم الشمل العربي وحزب الوطنية بالخارج السيد أنطون العمامرة. نذكر طبعا بالدور المحوري للأمم المتحدة وعلاقتها الوطيدة بمكانة العالم العربي داخل المنظومة الدولية، ولا يتم طبعا توطيد هذه العلاقة إلا بتعزيز الحوار والتشاور والتنسيق مع الشركاء على المستوى الأممي والعربي، وطبعا من بينها هيئة الأمم المتحدة. طبعا نذكر بما أشاد به الأمين العام لهيئة الأمم المتحدة أنطونيو غوتاريس ضيف شرف قمة الجزائر، حيث أشاد بالمساهمة الاستثنائية التي تقدمها الجزائر للأمم المتحدة والدبلوماسية العالمية متعددة الأطراف خدمة لأهداف السلم والاستقرار وحل النزاعات بطرق سلمية. طبعا الجزائر معروف عليها بأنها بلد محب للسلام ومتمسكة بالقيم والمبادئ المتضمنة في ميثاق منظمة الأمم المتحدة، ومتمسكة أيضا بدور الأمم المتحدة المحوري كمنتدى لتنسيق رؤى وتطلعات الدول الأعضاء التي تطمح لإقامة نظام دولي عادل ومنصف.